لتسليط الضوء أكثر على حقيقة الحقول النفطية التي تدعي إيران أنها حقول مشتركة مع العراق كمقدمة للاستيلاء عليها كما يرى مراقبون، ينضم إلينا الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبر الهاتف من عمان. دكتور خضير، مرحبا بك. بداية، يعني إلى أي مدى، ما مدى صحة القول أن هناك حقول نفطية مشتركة بين العراق وإيران كما تؤكد دوما السلطات الإيرانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل 2003 لم يكن هناك أي حقل نفطي عراقي يشكل بعدا مشتركا مع الجارة إيران، لأن القوى التي كانت تحكم العراق قوى وطنية يهمها العراق وحفظ استقلاله وسلامته وسيادته، فلم يتجرأ من الإيرانيين فرد بقول هذا الخصوص. لذلك بعد أن جاء الاحتلال المقيت بقيادة أميركا وتسخير القوى الإيرانية من خلال قواها وأذنابها الولائيين، بدأت بوادر الاستيلاء على ثروات العراق، وعلى التعبير في أكثر من مقال لوزير الدفاع الإيراني بأن العراق ينبغي أن ينفصل عن محيطه العربي ويصبح تابعا إلى الإمبراطورية الفارسية التي يسعون إلى إقامتها. لكنهم نسوا أن الرسول الكريم، وهو قدوة العرب والمسلمين، قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. طيب دكتور، في هذه الحالة يعني متى يعني ظهر هذا المصطلح؟ على ما يبدو قبل العام أو بعد العام 2003، قبل احتلال العراق لم يكن هذا المصطلح موجودا مثل ما تفضلتم. الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الآن لم تعترض على هذا التوصيف، الحقول المشتركة لم تعترض عليها، وإنما كان الاعتراض فقط دائما على الخبراء النفطيين غير الحكوميين. طيب، هنا استغلال إيران لهذه الحقول العراقية دكتور خضير، البعض يرى أنها تندرج قانونا تحت خانة السرقة للنفط العراقي. ما مدى الخسائر التي ستقع على العراق من جراء هذا المصطلح، يعني قولا وفعلا؟ الحقيقة لم تظهر هذه الحالة، وهي وجود آبار مشتركة سواء بالفكة أو الطيب، نعم، أو هذا الحقل الجديد آذر في ميسان. كل هذه لم تظهر إلا بعد 2003، وقد تأصلت بشكل كبير بعد 2009، إلا أنهم يوميا يسرقون 35,000 برميل من حقلي الفكة والطيب ومجنون. وهذه السرقة تجري أمام أنظار الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق، وهي حكومات كما يعلم الجميع وقد تحدثنا عنها كثيرا، إنها حكومات ولائية وتابعة إلى إيران حكما، ولذلك لا يهمها تبديد ثروات العراق وإفقار شعبه وجعله في هذا المعترك الاقتصادي الذي يعيشه أبناء الشعب العراقي من أذى وفقر وبطالة وعدم قدرتهم على إشباع حاجاتهم حتى الضرورية منها. لذلك هؤلاء استطاعوا
الإيرانيين، وبالحقيقة الحكم الفارسي الذي يقود إيران الآن رغم كونه يتبجح بالبعد الإسلامي إلا أنه بعيدا عن فكر الإسلام وروحه الطيبة السمحاء السخية التي ترى في حقيقة السلم والتعاون والبناء المصلحي لكلا البلدين حقيقة أساسية تقتضيها المصالح الدولية، إلا أنهم ينتهجون هذا الأسلوب للانقضاض على العراق وجعله تابعا إلى الإمبراطورية الفارسية المزعومة، وتوجههم إلى كل المنطقة العربية. كما هو معلوم دكتور، يعني هذه السرقة الإيرانية للنفط العراقي لم تمنعها الحكومة ولا الحكومات المتعاقبة منذ 2003، ولكن نتساءل أثمة جهة أخرى لها الحق في إيقاف هذه السرقة الممنهجة؟ إلا إذا وجدت حكومة وطنية، أما أن تسترجعها عن طريق البعد القائم على عدم التدخل في الشؤون الاقتصادية والسياسية إلى البلد المجاور، أو ترفعها إلى الأمم المتحدة وتتخذ بها موقفا دوليا، أما تدويلها أو حلها في الإطار الإقليمي. لكن العراق الآن بحكومته الحالية عراق ضعيف وتابع ويسير بمقتضى الأجندة الفارسية المقيتة التي دمرت وأزهقت وهدرت كل الثروات الوطنية التابعة للشعب العراقي وأفقرت البلاد ودمرت كل مقتضيات البناء الحقيقي للمجتمع العراقي. نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور خضير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.